قليلا انصتنا واياكم خاشعين عبر اثير اذاعه سلطنه عمان لتلاوه عطره من آية الذكر الحكيم. مستمعينا الكرام، ننتقل بكم الان الى استديوهات الاخبار. حييكم على بدر الدغلي إلى النشرة المحلية في الثانية للسابعة مساء، ومن أبرز العناوين: ندوة الاستدامة في القطاع الصناعي تفتتح أعمالها في مصر، الطيران العماني يسير رحلة إضافية إلى مدينة تشناي الهندية، وسط مشاركة فاعلة الملتقى الأدبي والفني للشباب يواصل فعالياته في نزوة، وملتقى مسؤولية التدريب وتنمية الموارد البشرية يختتم أعماله في صلالة. بهدف التركيز على معايير الاستدامة كنظام متكامل لاستراتيجيات الشراكة والمؤسسات، افتتحت في مسقط ندوة الاستدامة.